بالانترودكشن كمان قلت انه الله اختارك ميزك بميزة انه انت تكوني عندك قضية انسانية او قضايا، لانه على السوشيال ميديا عندك لاحظت عندك عدة قضايا بتقدري تحكي عنها، ان كان تحرش، ان كان قصة اذا بدك السمع او النطق عند الاطفال. فانت كيف عم تلحقي كنجمة وكأم، كيف توصفي حالك يسرى؟ عندك هالمهمات بالمنزل بالبيت، وعندك مهمات الفن والنجومية والشهرة والأضواء، وقاعدة عم تقدري تكوني عم تلبي كل هيدي التفاصيل. هل أنت سوبر وومن؟ لا خالص. خالص. هو بيبان من بره سوبر وومن، بس انا بقيت بحس انه كلمه سوبر مام وسوبر وومن دي بقت حاجات اصلا مضره للصحه. يعني ان احنا بنحاول نبين ان احنا جامدين وان احنا مستحملين وان احنا مكملين، وفي الاخر هننهار. يعني في الاخر دي صوره الناس شايفاها من بره، بس الناس مش شايفة قد ايه الواحد تعبان، او بيجي على نفسه، او بيجي على صحته، او بيجي على نومه، او يعني في حاجات كتير قوي الواحد بيتنازل عنها عشان مسؤولياته، او عشان يقدر يشتغل ويبقى فاتح بيت فيه ولاد في نفس الوقت. فانا شايفة انه كل السوبر ويمن بجد هما تعبانين من جوه، بس هما مش لاقيين اصلا وقت لنفسهم، ولا لاقيين حد يتكلموا معاه او فرصة يعني يعبروا عن اللي هما محتاجينه. وبس اهم حاجة انه ما حدش بيلحق ياخد وقت لنفسه، لانه كل الناس بتجري حوالين نفسها، فما حدش بيقعد كده يقول انا لازم مرة في الاسبوع اروح العب رياضة، او اروح اتمشى، او اروح اشوف حد من صحابي، او اقعد ساعه بسمع مزيكا وما اكلمش حد. يعني مامتي دايما تقول لي لازم تاخدي اللي هو الميت اللي بيسموه المي تايم. بس فعلا على قد ما انا عارفه ان هو مهم جدا جدا، مش بلاقيه. يعني بدور عليه كل يوم. كل يوم بقعد ادور، بقول اه يمكن كمان ساعه الاقي المي تايم، يمكن كمان ساعتين بس هخلص كذا. اه طب قبل ما اعمل ما بيجيش المي تايم ده. ليه؟ طيب اخر متى اخر مره قلتي لي انه بيكونوا عاملين انهيار بس ما بيحكوا او ما بيعبروا عنه؟ اي متى كنت عم تحسي بهيك مرحله او بهالحاله؟ يعني بالذات لما بكون بصور، يعني ما بين مثلا اوكي، يعني مواعيد التصوير مش منتظمة، مش بتكون دايما زي الموظف اللي بيروح الشغل الساعة كذا وعارف انه هيروح الساعة كذا، بالتالي انا ما عنديش روتين. دي مش مشكلة بالنسبة لي يمكن انا شخصيا، مع ان ده بيلخبط لي النوم وبيعمل مشاكل في النوم وبيعمل انسومنيا وارق، بس ده بيبقى مشكلة بالنسبة للولاد، لانه انا بمشي بروح التصوير، انا بنتي مش عارفه انا هرجع امتى، هي مش عارفه هتشوف ماما بالليل ولا تشوف ماما بكره الصبح، فهي بقى عندها من جواها كراهيه للتصوير، لان انا بقولها باي باي انا فعلا ببقى مش عارفه هرجع امتى. اوف، هالشي بيأثر عليهم. اه بنتك اكيد. الصغيرة بعدك يعني بعدك مخلفة جديد، بعد ما استوعبت انه انت عم تتركي من البيت. لا لسه. كنا عم نحكي عن الاولاد، وانت عندك بنت. انا كتير حبيت منك اول شيء عم بسمع انت عم تعملي قصص، عم تقري القصة المرسومة، عم تقولي بالتعريف، عم تقولي ما بتقدر تعبر عن حالها بالكلام، فعم تعبر عن حالها بالرسم، وهيدا أرقى تعبير كنت عم بسمعه عن الناس أو الأطفال اللي بيعانوا من ضعف بالسمع. خبريني أول شيء، عندك بنتك الله يخلي لك إياها دليلة عندها هيدي المشكلة، وكنت أنت عم تتبعيها من هي وصغيرة، هلا صار عمرها 5 سنين، 6:30. 6 وما شاء الله العمر كله يا رب. خبريني هالمراحل، شو كانت سر قوتك، وكيف هلا وين صارت المرحلة دليلة صحيا؟ هو يعني هي القوة بتيجي لأن الواحد في الأول بيزعل أو بيتخض. هو في كذا مرحلة دايما بيقولك في علم النفس، يعني بس طبعا أنا هفتي دلوقتي وهنسى حاجات، بس يعني في مرحلة لما بتاخدي خبر وحش، في مرحلة رفض، الرفض يعني الدينايل. في الأول بتبقي مش عايزة تصدقي، أو مش قادرة تصدقي، أو في مرحلة إنك رافضة الفكرة، وبعدين تبدأي
تتساءلي ليه، ليه ده حصل وليه ده حصل ليه، وتبداي بقى تشوفي طب هعمل ايه، طب تبقي لسه ما عندكيش برضو معلومات، فمش عارفه تسالي مين، فتقعدي تخشي اونلاين وتقعدي تقري وتكلمي ناس. في مرحله الواحد بيبقى تايه فيها، وبعد كده بيبدا يعني يلاقي الاتجاه الصح، والمعلومات بتبدا تتخزن جواه عشان يقدر ياخد قرار، ياخد قرار على يعني على اساس المعلومات دي ياخد قرار سليم. ففي المرحله دي الواحد بيبدا يبقى عنده علم بالتفاصيل والمواضيع، بيلاقي نفسه انه انا لازم اتصرف واخد قرار دلوقتي لانه ده مرتبط بمصلحه طفلي، وكل ما هاخد القرار بدري او هحاول الاقي حل او علاج او تاهيل او ايا كان يعني اللي اي طفل محتاجه، ده هيحسن له حياته قدام في اليوم اللي انا مش هبقى موجوده فيه. صحيح. فالواحد بيفكر يعني بيبطل، لازم يبطل يفكر في نفسه، يعني ما اقعدش افكر انا ليه حصل لي كده، لا لازم افكر انا هعمل ايه دلوقتي حالا عشان احسن الوضع او اقدر يعني استفاد بكل دقيقه بشكل ايجابي. فهي القوه جت من هنا، انه انا ما يعني ما فيش وقت نضيعه، لازم نشوف هنعمل ايه. بس حلو حلو كتير يسرى. خبريني كمان بالسوشيال ميديا صار في مثل تنمر، بس انت قدرت تستخدميها اذا بدك تعلمي درس للمتنمرين من بعد ما كان عم يكتب شيء مش حلو، ما رح ارجع اكرر اللي كتبه. كنت عم تقولي انه بنتي رح اتركها تعتمد على حالها، رح اتركها مثقفة ما بدها حدا. خبريني قديه بيأثروا بعد فيكي هود القصص، وكيف تعملي لتحصني بنتك؟ يعني هل أول شيء في طريقة تعبير معينة أنت وياها، هل صارت تقدر تعبر؟ كيف بتعبر لك أو كيف تحكوا؟ لا، هي عملت زراعة قوقع من زمان في 2016، وهي عملية بتحتاج تأهيل لفترات يعني سنوات طويلة، هي لسه بتعمل تخاطب، وبنفضل شغالين بقى على مخارج الألفاظ والحروف. طبعا مش كلها هايلة دلوقتي، لسه كلامها يعني مش كل حاجة تتفهم، بس يعني احنا بنتكلم مع بعض عادي الحمد لله. يعني طبعا اي حد عنده ضعف سمع بيبقى، حتى لو بيستعمل سماعة، حتى لو حد كبر في السن كان بيسمع كويس وبعدين سمعه ضعف وبيستعمل سماعة، زي جدتي مثلا اللي هي اكيد بتتفرج عليا دلوقتي، انا عارفة هي ما تحية. بتحط، لا وهي ما بتحطش السماعة على فكرة، بتطنشنا. بس المهم يعني انه اي حد بيستعمل اي حد بيستعمل معين سمعي، مشكلة السماعات ان هي بتعلي الصوت كله، فهي لما هتعلي الصوت كله هتعلي كمان الباك جراوند نويز. ف لو في مكان دوشة حتى لو انت حاطة سماعة او عاملة زراعة قوقعة مش هتعرفي تسمعي لو حد بيكلمك، لو في مطعم مثلا في مكان مقفول وحد بيتكلم وفي صوت كتير في الباك جراوند محدش هيسمع الكلام اللي بيتقال. فهي بتعتمد شوية برضو على قراية الشفايف في الحتة الزحمة، يعني في الحتة الزحمة بنقرا شفايف أكتر، أو ممكن نستعمل شوية لغة إشارة لو إحنا مثلا في مكان برضو دوشة ومش عارفة تسمعنا. حلو كتير. راحت يمكن على المدرسة صارت تعرف انه في عندها نتفة اختلاف عن اصحابها، صارت تسألك شي عن هالموضوع ولا لا هالموضوع ما بيعني لها ابدا؟ لا اكيد، وموضوع صعب جدا، يعني بحس انه هي بتمر بازمات ساعات نفسيه بسبب الموضوع ده، لان بتحس ان هي لوحدها، انه ما فيش حد زيها، او انا ليه مختلفه عن الباقيين وحاجات كده. بس انا بحاول قد ما اقدر لما بيبقى في فرصه ان احنا نقابل اطفال تانيين عندهم نفس المشكله، بيستعملوا اي سماعه، ان انا اعرفها عليهم. لو في اي ايفنت مرتبط بزراع القوقعه بنروح وبنحضر عشان تشوف أطفال تانيين وتعرف إنه عادي، يعني في ناس تلبس سماعة، في ناس بتلبس نظارة، في ناس يعني في كل حد مختلف، وإنه حتى لو حد يعني بحاول أفهمها إنه كل حد عنده حاجة مش مظبوطة، ممكن تبقى حاجة إحنا مش شايفينها، يعني ممكن حد يبقى عنده مشكلة في القلب
فدي حاجة احنا مش شايفينها، بس في حد يعني بقعد اديها أمثلة مختلفة عشان تبقى عارفة انه ما فيش حد مثالي، يعني كل حد فينا عنده اكيد حاجة ناقصة. حلو كثير. شو بتقولي لأول شيء للمجتمع اللي أحيانا بيكون قاسي وظالم بحق ناس عم بيعانوا من قصص هن من عند الله، وكيف بتحاولي إذا بدك تقولي للناس المختلفين بهيدي النوعية، شو بتوجهي لهم رسالة؟ أحب أقول إنه بحس إنه دايما العبء بيكون على الشخص اللي عنده الإعاقة، يعني الشخص اللي عنده الإعاقة هو المطالب إن هو يتعمله تأهيل ويروح يحضر جلسات ويدفع فلوس ويروح مشاوير يشوف دكاترة وبتاع علشان يقدر يعني يتم دمجه في المجتمع، في حين انه المجتمع اللي هو ما عندوش حاجة ناقصة او يعني ما عندوش مشاكل صحية او ايا كانت ما بيبذلش اي مجهود عشان يساهم في دمج الشخصيات دي في المجتمع. صحيح. فبحس انه يعني ابسط حاجة في حاجات بسيطة قوي، يعني رامب للكرسي بعجل، يعني كده كده هتبنوا عمارة وكده كده هتعملوا مدخل وكده كده هتعملوا سلم، يعني ليه ما يعني مش هيكلف فلوس زيادة يعني لو عملنا، يعني فكر في التفاصيل دي. وحاجة مهمة بقى قوي يعني برضو خدت بالي منها، كنت قابلت مجموعة في مصر من الأقزام مثلا، فهم عندهم جمعية، قابلتهم في اسكندرية، ومثلا طب ما حدش بياخد مثلا الأقزام في الاعتبار في طول اي حاجة، ما حدش بيتكلم عن الموضوع ده، فهي حاجات بسيطة يعني مش لازم يعني حاجات مش هتكلف فلوس زيادة ولا هتبقى فيها مجهود كبير على الناس، ان هي بس تاخد لفتة ناس مختلفة في الاعتبار، بس يعملوا حساب ناس عندها ظروف مختلفة بس. يعني هي اللفتة بتفرق، اللفتة انت بتقدميها من دون شيء بس بتفرق عند غير ناس تانيين بيكونوا هني بحاجة لها، وهذا الشيء بالضبط. لازم ننتبه له. يسرى، جوزك وين كان بهالمراحل؟ شو كان دوره بهالمراحل؟ خبريني قديه كان داعم، قديه كان الرجل المناسب بالمكان المناسب إذا بدك، خبرينا شوي عنه، عن صفاته ما كثير بنعرفه. والله هو لا هو لولا انا ما كنتش هعرف اخد قرار ان دليلة تعمل زراعة قوقعة، انه انا كنت في الاول في مرحلة في المراحل اللي احنا قلنا عليها دي، وبعدين كان في مرحلة بقى نعمل عملية ولا ما نعملش، وانا في اللحظة دي خفت مش قادرة اتخيل ان انا هعرض طفلة عندها سنة ولا سنة ونص البنج كلي لمدة طويلة عدد ساعات طويلة، وهيحطوا هيزرعوا حاجة جوه راسها، يعني الموضوع كان مقلق، فكان في جزء من جوايا كده كنت بقول لا 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 بلاش نحاول نعمل يعني نصلح حاجة عشان ما ناخدش أي ريسك لحسن يحصل حاجة تانية، فلا لا بلاش وبتاع. بس هو قعد يقرأ عن الموضوع ويطلع إحصائيات ويبحث في الموضوع ويكلم الدكاترة، ويعني هو اللي كان المحرك الأساسي لأنه القرار يتاخد بسرعة وإن إحنا فعلا يعني نتحرك فيه. يعني أنا تقريبا لحد ما دخلت أوضة العمليات أنا من جوايا كنت شوية تايهة، يعني اللي هو مش متأكدة لو ده قرار فعلا صح أو لو أنا كنت لوحدي ما لو كنت هاخد فعلا القرار ده. تحية لألو، والله يخليكم لبعض. يسرى، ميرسي. خبريني شوي عن نوارة، شو صفاتها، مين بتشبه، هل بتشبهك بالصفات؟ وخصوصا هلا صار عندها أخت، هل صارت تغار ما بتغار؟ قصدك دليلة مش نورة، ده سوري لخبطتيني قلتي قطعت اوكي مالي، لا قعدت اقول خدتي بالك ايه اللي رجعنا ما للمسلسل تزعلي. دلوقتي. لا لا عادي. صفاتها هي لا هي شخصيتها قوية جدا، وهي بتحب اختها حب فظيع، يعني طبعا هي بتغير شوية ده طبيعي ولكن مش الغيرة المؤذية يعني، بس هي انا بحس ان هي بتغير عليها اكتر ما بتغير منها،
يعني لو احنا شلناها، لا انا عايزه اشيلها، دي بتاعتي، دي اختي، اوكي. مش اللي هو ليه بتلعبوا معاها وانا لا لا مش كده. وهي حنونه جدا بطبيعتها، ويعني بتحاول تلعب دور الاخت الكبيره، ويعني بتحاول تساعدنا، بس حلوة. يعني لا، بس هي شخصيتها قويه، وهي عارفه كويس قوي هي عايزه تعمل ايه، وممكن تمشي، يعني ممكن تمشينا على الاقل، يعني تمشي جيش عادي، كل الناس هتسمع كلامها. هي عندها قدرة فظيعة ان هي، يعني زمان قبل ما تعرف تتكلم، في مرحلة كده الأطفال وهم عندهم سنة ونص بيكونوا لسه ما بيتكلموش، حتى لو هم بيسمعوا، بيكون في مرحلة كده اللي هو بيبقوا الأطفال، يعني لما كان عندها سنة ونص كانت بتتواصل كويس جدا مع بقية الأطفال، لأنه ما بيبقوش لسه محتاجين الكلام عشان يتواصلوا، بيفهموا بعض بطرق تانية. فمش فاكرة مرة كنا في مكان وفي أطفال بيلعبوا، سيبناها كده 5 دقايق بنبص لقيناها، قالت له، يعني شاورت لهم، انت امسك ده، اعمل ده، حط ده هنا، انت اعمل كده، لقيناها يعني عملت عليهم بيج بوس، وكلهم سمعوا كلامها وبيعملوا الاوامر، بينفذوا الاوامر زي ما هي قالت لهم. فهي بتعمل فينا احنا كده، الحمد لله. شو بتحلم تشوفيها؟ بحلم اني اشوفها قوية، ومش حاسة ان هي اقل من بقية الناس، وبتعمل حاجة هي بتحبها، ما بتبقاش تشتغل شغلانة بس عشان تشتغل، ان هي تبقى فعلا تلاقي حاجة عندها شغف ليها وتعملها. عبالك يكون عندك ولد مثلا من بعد البنتين؟ لا ليه؟ يعني اولا انا بحب البنات، اها ويعني طول عمري اتمنى يبقى عندي بنات. طبعا لو يعني لو جالي ولد اكيد هحبه، بس يعني لو دايما عندي اختيار دايما هختار بنت، مش عارفة ليه، ليه؟ مش عارفة، مش عارفة. وبعدين اكيد اكيد مش هجيب عيل تالت، يعني كفاية قوي كفاية اللي انا فيه ده دلوقتي. خلاص وقفتي. لا ما اعرفش، يعني انا لو جوزي سمع الكلام ده مش هيدخلني البيت. يعني لا، انا بالنسبه لي ممكن اخلف تاني، بس مش متاكده. يعني لو احنا عندنا طاقه، لانه فعلا طبيعه شغلي انا بسيب البيت بالايام، فهسيب 3 عيال في البيت. صعب قوي. هو بيهتم فيهم بالوقت اللي انت بتكون غايبة؟ نعم. هو بيهتم فيهم انت اها يعني يعطيه ألف احنا عافية. عندنا مجموعة ناس بتساعدنا، يعني احنا عندنا الحمد لله في حماتي ووالدتي وجدتي وبابايا بياخد باله كمان من الولاد جدا، يعني بالذات دليلة. طبعا البيبي صعب مع بابايا، بس وطبعا جوزي، يعني كذا شخص بيساعد، لانه كلهم ما يقدروش ياخدوا بالهم من الطفل 24 ساعة، فبيبدلوا، ده ساعتين وده نص يوم وده نص يوم، عقبال ما انا ارجع. وحتى حرب وانا موجودة عسكرية. بنعمل كده جدول، بنعمل جدول اسبوعي عشان نشوف هنعمل ايه. عم بقولوا لك متحيزة للبنات. متحيزة شو للبنات. بتقول عليهم؟ ما عندك مشكلة. لا لا، أنا وبعدين انا بيعجبني. انا بشوف ولادي اللي عندهم ولاد، واصحابي اللي عندهم ولاد، بيصعبوا عليا والله. انا في واحده صاحبتي كانت معايا في المدرسه عندها ولدين، وفي واحده تانية عندها 3 ولاد، انا بشوف الولاد بيجي لي انهيار عصبي. لعبهم عنيف مهما كان، مش عارفه، بحس في فرق، مهما كان الاهل بيحاولوا يعني ما يعلمهمش العنف بحس انه لا، يعني عندهم طاقة أكتر، وبيعملوا دوشة وبيدمروا الحاجات، وصوتهم عالي، ومش عارفة. لا، لحيقوم البنات عليك، لحيقوم عليك البنات ليامي. مش مشكلة، صلحي شوي، عدلي الموضوع. مش قادرة أكذب. يعني أنا بحب، أكيد أكيد أنا لو جالي ولد هحبه، بس أنا كنت أتمنى يبقى عندي على الأقل بنتين، بعد كده بقى ولد بنت مش فارقة، بس لازم يعني بنتين، فالحمد لله على كده.